بالنسبة لنادي مولودية الجزائر شفناها عمل صفقة نقولوا العام لهذا الموسم مع أوندي ديلور، وش رأيك في الصفقة تاعو؟ صفقة مليحة، كما عندنا الساعة مليحة إن شاء الله يماركي كما كان يماركي في قطر وكما كان في مونبيلي، يجي فرحنا هذا ما كان، وداخل ليكيب دبوز راح يجي ياسكاي وكان خير جابوه مولودية. تشوف أنه غياب يوسف بليلي راح يغطيه ديلور؟ ديلور ما يقدرش يغطي يوسف بليلي، يوسف بليلي ماشي تسعة. بليلي دقيقة، بليلي يلعب 10، يلعب لي لا عندي ديالو 9، تسمى ما تقدريش كومباري بين الصفقة هادي والصفقة الأخرى. الصفقة تاع بليلي نقدروا نقولوا مزياني، بالك مزياني ديال حاجة، وإن شاء الله هذا العام شامبيون وكوب دافريك إن شاء الله. بالنسبة لاستخدام مزياني واش رايك؟ مزياني منيح، مزياني لا منيح، مزياني على الإزا تلقى حلول، مزياني يدير لك اللاعب يتريبلي منيح، إن شاء الله يدير حاجة في مولديا إن شاء الله هذا ما كان.